السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ذوقي. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم وصفة بالزفزوف رائعة جدا. هذه الفاكهة اللي غنية بالفوائد، الا لقيتوها غير زعما عليها خذوها، راها كتكون متوفرة في هذا شهر سبتمبر واكتوبر، يعني هذه هي وقتها، والثمن ديالها كيكون متراوح بين 20 حتى 35 درهم. انا خديتها من مركز تجاري ب 35 درهم الكيلو. الفوائد ديالها كيف قلت لكم لا تعد ولا تحصى، راها ممتازة هذه الفاكهة. غادي نحضروا بها ان شاء الله عصير هذا النهار. اللي غنحتاجوا في المكونات ديالو هكا واحد 10 ديال الحبات ديال الزفزوف، شويه ديال اللوز حتى هما واحد 10 ديال الحبات، ونص سيترو ديال الحليب، وياغورت طبيعي بدون سكر. ما غنضيفوش الوصفه سكر، هذه الفاكهه راه كتكون حلوه. نبقاو في وصفه صحيه يعني بلا ما نحتاجو نضيفو السكر، واللي باغي حلو كيبقى له الاختيار. غادي ناخذ نقطع بلوتو هذه الفاكهه من بعد ما غسلتها. ها نتوما كتشوفوا كي دايره، فيها عظم في الوسط بالناس اللي ما كتعرفهاش، والمذاق والكونسيستانس ديالها كيشبه بزاف للتفاح. غادي نستمر نزول لهم العظم كاملين. راها فاكهه رائعه جدا، تستعمل عده استعمالات هكا طبيه، تيديروها انفيزيون هكا للنوم والاسترخاء، مزيانه للبشره. فاكهه رائعه رائعه، ما نقولكم شحال الفوائد فيها. الا لقيتوها غير زعمو كيف قلت لكم وخذوها، بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما زعمو عليها. ها نتوما كتشوفوا كيف قلت لكم على انها الكونسيستانس ديالها بحال ديال التفاح، كنقولوا لها داك العظم الوسطاني، حتى الطيبه مقربه بزاف للتفاح، وراها مختلفه على النبق. راه ماشي النبق، هذه زفزوف ولا زفزف، كل واحد وشنو كيقول على حسب المنطقه، والفرونسي جوجوب ولا كيقولوا لها داتشينواز ولا لي داتروج. انا من بعد هنايا ما زولت العظم، غادي ناخذ الميكسر غادي نضيف داك الزفزوف، ونضيف له هكا حبات من اللوز. كيبقى اختياري اللوز اللي كتفضلوه، يمكن يكون محمر يمكن ما يكون خضر، انا استعملته هنا خضر. غادي نضيف له داك الياغورت طبيعي ونص سيترو الحليب، وغادي نميكسيه، وكنحصلوا على عصير رائع جدا لذيذ بزاف، وعنده بزاف ديال الفوائد، خصوصا على ان الميدان فيه فيتامين سي، يعني راه غادي نحتاجوها تقوي لنا المناعه ديالنا. جربوه وردوا عليا، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.